بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء في كل مكان أينما كنتم، هنا ينطلق على حضراتكم أول الأشواط الجعدان من المسافة 3 كيلومترات للفئة اللي جاية. تمنياتنا للجميع بالتوفيق والنجاح وأيضا المشاركة بهذا كسب ناموسي هذه الأشواط. أسير مع المركز الأول شاهين سالم بن مسعود الدويكي، مع المركز الأول المركز الثاني سيلين سعيد بن سالم بن علي الويبي، مع المركز الثاني وفي المركز الثالث أيضا الأرقب راشد بن سليمان المسكري على ثالث المراكز، والمركز الرابع القادم والمنطلق على رابع المراكز والوصول من جذلان أو مخلاب سعيد بن حمد بن سالم الوهيبي، من ينطلق على المركز الرابع والمركز الخامس الوصول من شاهين شافي بن الصغير الحجري، اللي ينطلق على المركز أيضا الرابع والمركز الخامس. أيضا الأسماء المتواجدة والمنطلقة في هذه الأشواط باحث عن الانتصارات شاهين سعيد بن سالم الوهيبي أيضا القادم والمنطلق في هذه اللحظات. تعود إلى المركز الأول مشاهدينا الأعزاء أينما كنتم، هذه نتيجتنا وندائنا الأول للخمسة المراكز الأولى المنطلقة صدارة هذا الشوط والانطلاق، وبقيادة شاهين سالم بن مسعود الدويكي ما زال في المقدمة. المركز الثاني أيضا مياس مبارك بن سعيد بن علي المالكي اللي ينطلق هناك من الجانب الآخر والمتدخل في هذا اللحظات. المركز الثالث وأيضا هناك سيلين سعيد بن سالم بن علي الوهيبي من ينطلق على المركز الثالث، والمركز الرابع الأرقب راشد بن سليمان المسكري على المركز الرابع والمركز الخامس. القدوم مع خامس المراكز مخلاب سعيد بن حمد بن سالم الوهيبي من ينطلق على خامس المراكز، وسادس المراكز شاهين على المركز الخامس، ومن يتواجد هناك شاهين شافي بن الصغير الحجري. هذه النتيجة للخمسة المراكز الأولى الذي سمح بها النداء والنداين الثاني. أعود إلى المركز الأول مع اللائحة الكيلو متر الأخير. الكيلو متر الأخير، من يتقدم فليتقدم ومن يكسب الناموس سنلاحظ هناك في الأمتار الأخيرة. هناك الأرقب من غير في هذه اللحظات الأرقب، وانطلق نحو الصدارة هذا الشوط راشد بن سليمان المسكري نحو الصدارة ونحو المركز الأول المركز الثاني. المركز الثاني من يتواجد أيضا هناك مياس مبارك بن سعيد بن علي المالكي اللي ينطلق مع مياس من الجانب الآخر، والمركز الثالث الواصل سيلين سعيد بن سالم بن علي الوهيبي اللي ينطلق على المركز الثالث، والمركز الرابع شاهين سالم بن مسعود الدويكي اللي ينطلق على رابع المراكز، خامس المراكز والواصل شاهين سعيد بن سالم الوهيبي. هذه النتيجة للخمسة المراكز الأولى المنطلقة في هذه اللحظات. أعود إلى الثنائي الجميل، إلى التحدي المثير الانطلاقة في هذا الشوط نحو المراكز الأولى المنطلقة. أعود إلى الصدارة هذا الشوط، الأرقب ومياس يتنافسان من أجل الناموس والانتصار نحو صدارة هذا الشوط. التحدي الجميل والانطلاق المميز، لكن مياس من غير في هذه اللحظات في الأمتار الأخيرة يبحث عن هذا الشوط. وصل الأرقب من الجانب الآخر بشعار المسكري، لكن شاهين الدويكي يعود، لكن مياس المالكي من حسم الشوط. تهانينا والناموس لمبارك بن سعيد بن علي بن سعود المالكي على انتزاع مياس لهذا الشوط. تهانينا والناموس. شوطنا أيضا الأول المركز الثاني، كان هناك شاهين سالم مسعود الدويكي. المركز الثالث الأرقب راشد بن سليمان المسكري، 4 دقائق 29 23 يجزمون الثالث. تهانينا والناموس لمالكي مياس